الأول من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله. كيف نؤمن بالله؟ نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة. نؤمن بوجود الله. ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا تحصى. يمكن أن نجمع الأدلة، نختصر الأدلة في أدلة أربعة تدل على وجود الله خالق واحد. الأول العقل. يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع في هذه المخلوقات إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. الثاني الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة. كل واحد منا يعلم أنه مخلوق. الثالث الحس، محسوس ملموس ترى بعينك مثلا. هذا الأخ حلت به كارثة مصيبة. أخذ يدعو يقول يا رب يا رب فرجها يا رب. تنفرج. دليل محسوس ملموس. الرابع الأدلة من الكتاب والسنة وهذا كثير. القرآن